طول طول مشي اه طولوا اه من هذا الاتجاه هذا كان الفيروج وقفت فيه من بعد درت رب كان الفيروج من بعد شعل الضوء الخضر درت هذه الدوره هذه لقيت الفيروج هنا عاوتاني وقفت كان معي واحد الطاكسي نيت من بعد شعلت الاشاره الخضراء زدنا ما زدت باش اوني جايين فوق الترام وجايين جايين فوق الترام في السكه ديال الترام وجايين بسرعه بسرعه زعما ما عرفتهمش انا منين خرجوا يعني بحال خرجوا السرعه والله اعلم اخويا شوف غير شوف الحاله ديال الدراجه غادي يبان لك تفاجات انا بهم انت لاباس بعدا والحمد لله الحمد لله مجروح كاين جرح وعندي واحد كنحس بشي حاجه هنايا الضربه يمكن ديال الرباك الحادثة وقعت في هذه البلاصة هذه أنا كنت جاي من هذا الاتجاه هذا ووقفت في الـ في الـ في الغوش بعد ملي شعلت الأحمر أستاذ لاك كان أحمر شعلت الإشارة الخضراء درت الرومبوان وجيت وقفت في هذه البلاصة هذه اللي كتشوف هذه البلاصة كان الإشارة الحمراء وقفت أنا وكان وقف معي واحد الطاكسي حتى هو من بعد دارت الإشارة الخضراء تسنى فإذا بي كنتفاجأ بهم جايين فوق من السكة ديال الطرام بواحد السرعة خارقة للعادة زعما شوف شوف غير ليطا ديال الموتور كيفاش دايرة تهزات بيا الطوموبيلة وتحطات تقريبا تقريبا النظر ديالك تهزات الطوموبيلة وتحطات ما شتي الحالة ديال الطوموبيلة ديالك وهما الله يرد بهم زعما الله يشوف حالهم شوف شوف على خير شوف والله شوف الشباب واحد سائق وكاين وراه على ما قالوا يمكن بنت حتى انا لقيت راسي من هذاك اللي طايق والله ما وصلتش الاخبار انا لحد الان ما عنديش الاخبار ديالهم الله يشوف فيهم اصاحبي نتمنى الله باش يشوف فيهم في هذه الايام الكبيره في الصدر والحمد لله على كل حال هذا مجبور انت استاذ العلم وانا شغنقول لك كنحس شويه هنايا واحد الضيق عندي هنايا وراسي ما عرفت واش الايرباك ولا ما عندي واحد
التهور ديال الشباب اللي كيطلعوا فوق السكه، وهذه رساله يعني توجه حتى للشباب اللي كيطلعوا فوق السكه ديال الترامواي انهم تيخاطروا بانفس ديالهم، وهذا المثال ديال الله يهديهم خلق الله يهديهم خلق، لان الانسان اللي كيكون غادي خصو يحافظ على السلامه ديالو والسلامه ديال الاخرين، وبعد مرات كيعرض الخطر ليه وعاود كيعرض الخطر للناس الاخرين. والله يهديهم خلق. كنتمنى عباد الله يتنبهوا لهذه المساله هذه باش نتجاوزوا هذه المسائل هذه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.